أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن ورفض الحكومة والتحالف التجديد لولاية ثانية للفريق. إذن اعترضت الحكومة والتحالف على التجديد لولاية ثانية لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن. وقال وزير الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش أن تقرير فريق الخبراء الدوليين الأخير خرج عن قواعد الموضوعية. هذا وقال دبلوماسيون وناشطون حقوقيون أن عدم اكتراث الحكومة والتحالف بالتقارير الأممية ورفضهم الحديث عن ارتكاب انتهاكات من قبل التحالف يعد بمثابة دفاع ضمني عن مرتكب انتهاكات حقوق الإنسان. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي أبعاد اعتراض الحكومة التمديد لولاية فريق الخبراء الدوليين، وماذا يمكن أن تقدم الأمم المتحدة للضغط من أجل إيقاف الانتهاكات. صراع دبلوماسي جديد تخوضه الحكومة والتحالف، ليس مع طرف محلي هذه المرة، بل مع فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن. أكثر من أسبوعين مر على إصدار فريق الخبراء تقريرهم بشأن جرائم الحرب، والذي خلص إلى أن ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني وارتكبوا انتهاكات عديدة. الحكومة وفي وقت سابق رفضت ما وصفته تسييس الملف الحقوقي والتجديد لولاية ثانية لفريق الخبراء، واتهمت التقرير بالإنحياز وعدم الشفافية، لكن في المقابل لم يصدر أي بيان رسمي منها على التقرير الأممي الأخير. التحالف أكد رفضه للتقرير، وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن فريق الخبراء اعتمدوا على معلومات مضللة قدمت من طرف ثالث مجهول لم يتم التحقق منها، مضيفا أن الفريق استند في تقريره على ادعاءات وردت في تقرير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها. لكن دبلوماسيين وناشطين حقوقيين قالوا إن عدم اكتراث الحكومة والتحالف كثيرا بالتقرير ورفضهم الحديث عن ارتكاب انتهاكات من قبل التحالف يعد بمثابة دفاع ضمني عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتسبب بزيادة وتضاعف الجرائم. انتهاكات عديدة إذن ترتكب بحق المدنيين، وتغييب للمساءلة والعقاب، وضياع لحق الضحايا، وتخوفات مجتمعية من استمرار الوضع كما هو عليه. هكذا يبدو الملف الحقوقي في اليمن. أبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي قناتكم. هل تعتقد أن عمل لجنة الخبراء في اليمن يسير وفق الآليات المتبعة للتقصي والرصد والتوثيق، خصوصا في ظل الاتهامات الأخيرة من الحكومة والتحالف بأن تقارير الفريق الخبراء تغفل الكثير من القضايا؟ في حقيقة الأمر تقرير أو رئيس لجنة الخبراء حدد الآلية التي اتبعتها لجنة الخبراء، سواء أوضح هذا الأمر في المؤتمرات الصحفية أو في المقابلات التلفزيونية وحتى في طي التقرير ذاته. نعم، لجنة الخبراء تقر تماما بأنها لم تلتقي أو تمزل على الأرض بسبب تعنت الحكومة الشرعية ورفضها منح تراخيص دخول للجنة الخبراء، وبالتالي هي جمعت هذه المعلومات وحاولت الاتصال التلفوني إلى غير ذلك. لكن في مجمل الأمور لا يمكن لأحد أن ينكر الحقائق والإثباتات والوقائع التي وردت في التقرير لجنة الخبراء. نحن كمنظمات وكناشطين ونتابع هذا الأمر وندرك جيدا ربما هنالك قصور، أمر طبيعي. هذا القصور لأسباب متعددة لكن بإمكان استكماله، لكن الحكومة الشرعية إلى حد الآن لم تسق أسباب وجيهة لهذا الاعتراض. هي منذ التقرير الأول وهي تعلن صراحة أنها لن تتعاون، وباعتقاد أن قرار الحكومة الشرعية هو يأتي في سياق الدفاع عن دول التحالف، ليس إلا لأنه اليوم لا توجد آلية واضحة حتى للحكومة الشرعية للمحاسبة، ولا أدري على ماذا ستعتمد الحكومة الشرعية في تثبيت أو في توثيق الوقائع الموجودة على الأرض. وهذه اللجنة بالنهاية هي صدرت من أعلى هيئة حكومة تراقب حقوق الإنسان، والأمر هو سيسير سواء بغطاء سياسي أو ما شابه ذلك. لكن للأسف الشديد الحكومة الشرعية
هي تائهة جدا جدا إلى حد الآن، وغير قادرة على أن تستوعب القضايا السياسية والحقوقية. وخير شاء دليل ما حدث في جنوب اليمن بعد انقلاب دولة الإمارات والمجلس الانتقالي، وإلى حد الآن ليس لها أي موقف واضح بهذا الشأن. طيب نأخذ الرواية الرسمية أو الحكومية من ضيفنا، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. يقول الأستاذ توفيق أنكم في الحكومة تعيشون حالة توهان ربما، وأن لا أسباب واضحة من قبل الحكومة لماذا هي تعترض اليوم على تجديد ولاية ثانية لجنة الخبراء. اعتراضكم ورفضكم على ماذا، ولماذا لا تكون هناك أسباب واضحة أمام الناس؟ لا بالعكس، هناك أسباب واضحة، والأخ توفيق كان معنا في جنيف وكان ردنا في يوم في العاشر من سبتمبر من خلال الكلمة الحكومية الرسمية التي قدمت في المجلس. هناك اعتراض على عدة أسباب. السبب الأول، نحن كنا قد رفضنا الفريق من أصل من الأساس في العام الماضي، يعني أننا أعلننا في العام الماضي في سبتمبر أننا نرفض هذا الفريق ونرفض التقارير الصادرة عنه مسبقا. هذا أولا. ثانيا، على الرغم من أن التقرير في هذا العام ربما قد يبدو للقارئ في الوهلة الأولى أنه يحاول أن يتحدث عن الانتهاكات من قبل جميع الأطراف على عكس ما كان في العام الماضي، إلا أنه يعود مرة أخرى ليستخدم لغة فيها كثير من التسييس، فيها كثير من الابتعاد عن أو عدم مساواة جميع الأطراف ببعضها. أيضا هناك لغة تعطي بعض المدلولات الغير التي تتعارض مع سيادة الدولة نفسها عندما تتحدث عن الجيش الوطني وتسميه قوات الرئيس هادي. هذه الأساليب أو هذا الأسلوب من الطرح لم يكن مقبولا، وبالتالي ليس هناك أي توهان، هناك رفض مسبق أكدناه مجددا بأن هذا التقرير أساسا قد رفض قبل أن يكتب. ونحن كجانب حقوقي قلنا أن في لقائنا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان وفي لقائنا برئيس مجلس حقوق الإنسان قلنا بوضوح، على الرغم من أن التقرير نحن نقول أنه في هذه المرة أشار لكثير من الانتهاكات التي قام بها التي وجدت على الأرض، لكنه أيضا يفتقر لأشياء كثيرة يفترض أن تكون دليل أساسي للتقارير الحقوقية. على سبيل المثال، التقرير الحقوقي عادة ما يصدر وقت رفض قائم من الأرض. التقرير أخذ شفاهة من ألسنة مجموعة من الناشطين الذين تم أخذ أو عمل مقابلات شفاهية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام، وبالتالي هكذا تقرير لا يرتقي إلى مستوى الأدوات الأساسية للرصد والتوثيق المعترف بها دوليا. ولذلك كان واضحا من قبلنا أننا نعترض حتى الآن أن التقرير ما زال يتحدث بكثير من العوار، حيث يقزم كثيرا من الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون وهم أصل الانتهاكات وأصل الانتهاك الحقوقي في اليمن، ويضخم من انتهاكات أخرى أو يبالغ فيها. هذا هو أصل الموضوع. الجانب الحكومي كان واضحا في رده في العاشر من سبتمبر، ولا أدري لماذا يطرح أن الحكومة في لديها نوع من التوهان في هذا الجانب. طيب اعود للاستاذ توفيق. استاذ توفيق، اذا هناك تجاهل او تغافل كما يقول الاستاذ نبيل عبد الحفيظ عن انتهاكات الحوثيين وتضخيم للانتهاكات من قبل التحالف والحكومه، تعليقك على هذه النقطه، وبرايك لماذا فقط الحكومه والتحالف من يعترض؟ الحوثيين يبدو ان هناك حاله صمت او رضا عن عمل هذا الفريق، فريق الخبراء الدوليين. اولا، ما ذكرته الحكومه الشرعيه على لسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ، انا باعتقادي هو يتحدث عن مصطلحات يمكن تجاوزها بسهوله. يعني في النهايه تقرير لجنه الخبراء هو لا يمنح الشرعيه لطرف على طرف من الاطراف، هو بالنهايه جهه فنيه ويحاول يسقط المصطلحات كما هي.
لكن ايضا ان التقرير لم ينزل على الارض ولم يكن ولم يمارس دوره بالتحقيق الى غير ذلك. ما التقرير اصلا الحكومه الشرعيه رفضت التعاون مع تقرير لجنه الخبراء، ورفض لجنه الخبراء الدخول الى اليمن عبر الحوثيين بعد ما قدمت طلب للحكومه الشرعيه بزياره اليمن، وانتظرت تسهيل الحكومه الشرعيه ورفض، وهو يعترف بالحكومه الشرعيه كحكومه وحيده وموجوده. أنا أعتقد كل هذا الضجيج وكل هذا اليوم الذي يحدث الحكومة الشرعية في الواجهة، لكن المتخوف الأساسي من التقرير هو التحالف العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. الحوثيون يديرون العملية ربما بنوع من الذكاء، محاولين تقديم أنفسهم بأنهم الطرف الذي يتعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي، وهذا كان ردهم على تقرير على على على, على لجنة الخبراء بأنهم مستعدون أن يستقبلوهم في المناطق التي يسيطرون عليهم. اليوم الحكومة الشرعية أنا باعتقادي اليوم ليس لديها كثير من الخيارات، ليس لديها كثير من المتاحات. اليوم يجب أن تستغل الحكومة الشرعية قدر الإمكان كل ما يقدمه المجتمع الدولي. أنا باعتقادي حتى على المستوى السياسي يمكن أن يتم استخدام هذا التقرير كورقة سياسية في مناورتها، سواء مناورتها على مستوى الداخل أو على المستوى الخارجي. بالنهاية اليوم إلى أين سيذهب الضحايا؟ على من يدافعون بالدرجة الأساسية؟ هذه كلها إجراءات شكلية. نحن اليوم نتحدث عن الضحايا بالدرجة الأساسية الذين شملهم التقرير، والحقائق التي وردت بداخل هذا التقرير لا ينكرها أحد، سواء الحكومة الشرعية أو التحالف أو غير ذلك. لكن لب المشكلة أو عقدة المنشار هي الورقة السرية التي قدمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل طرف يخشى أن يكون اسمه وقاداته وضباطه ومنتسبيه ضمن هذه القائمة. الإشكالية لا تتعلق بالضحايا مطلقا، الإشكالية هي تتعلق بالمساءلة والخشية أن يطالهم العدالة الجنائية الدولية. طيب أستاذ نبيل، سؤال الأخير لك، إذا الإشكالية اليوم تتعلق بالمساءلة والخوف من تبعات ما في هذا التقرير وما أشار إليه الأستاذ توفيق، الورقة السرية ربما والقائمة السرية التي رفعت، وأنكم ربما في الحكومة بعيدين عن حقوق الضحايا وإنصافهم والانتصار إليهم، وموقف هذا الحكومة هو فقط يمثل حائط صد ودفاع عن التحالف. ردك يا عزيزي، القضية ليست قضية لا يمكن طرحها بهذا الشكل. الطرح الأساسي أننا في الحكومة أيضا يعني نحن والتحالف نمثل طرفا واحد، كوننا بالفعل على الأرض طرف واحد من أجل استعادة الدولة وفق قرارات مجلس الأمن، وبالتالي نحن لا نتنصل أيضا، لا نستطيع أن نتنصل عن هذا التحالف لأنه أتى بالأصل بدعوة من قبل الحكومة الشرعية. هذا أولا. ثانيا الطرح أن هذا التخوف وما شابه لا يمكن أن يطرح بهذا التكبير لسبب بسيط، أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي نحن حتى في طرحنا مع التحالف نقول أن أي أخطاء يرتكبها التحالف عليه أن يطبق قواعد الاشتباك الدولي، وعليه أن يطبق القواعد الأساسية الأربعة المتعارف عليها، وهي الاعتراف بأي خطأ يتم على الأرض، القبول بالمحاسبة والمساءلة، القبول بالجبر الضرر لما تتم من لأي أخطاء تتم وما شابه. هذا الأساس الذي نتحرك عليه. لذلك نقول أننا لا يمكن أن نتجاهل أو نتغاضى أو نقصر في حقوق الضحايا، بالعكس نحن موقفنا في وزارة حقوق الإنسان أننا مدافعون عن هذا الجانب، بل ونسعى من خلال الوزارة واللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات اللي هي لجنة التحقيق التي قدمت تقريرها السابع داخل مجلس حقوق الإنسان وأمام المفوضية وأشاد بها الجميع، واعتبر هذا التقرير تقرير مهني ويحتوي على مصداقية ويحتوي على قوة كبيرة. نحن نقول أن آلياتنا المحلية موجودة وقائمة، وأن الآليات الدولية اليوم لا تقوم بهذا الدور بالشكل الصحيح، وطالما الآلية موجودة فنحن لا نطالب بشيء إلا أن يتم تعامل اليمن عبر البند العاشر وهو الدعم اللوجستي لهذه اللجنة الوطنية، وأننا غير محتاجين في هذه المرحلة لأي لجان دولية. النقطة الثانية، اللجان الدولية ماذا قدمت في مناطق أخرى حتى نعتقد أنها حامية حماية الجانب الحقوقي؟
هناك لدينا أمثلة مثلا في سوريا وليبيا وغيرها لم تقدم لها شيء، وعلى الرغم من أن اللجان هناك لجان تحقيق وليست لجان تقصي حقائق، بمعنى أنها أعلى بكثير. لا، إذا كنا نخشى على العدالة ونخشى على حقوق الضحايا، إذا يجب أن لا نغتر بهذه الآليات إذا كانت تسير وفق قاعدة سياسية وليست قاعدة حقوقية. نحن كنا ننتظر من فريق التقصي الحقائق، فريق الخبراء، أن يكون أكثر حقوقية بالفعل، وأن يقدم تقريرا ذو مصداقية أكبر وبعيدا عن التسييس، حتى نستطيع أن نتعامل معه ونقول أن لدينا شيء يمكن أن نبني عليه. شكرا جزيلا لك. ما زلنا حريصين على آليتنا الوطنية وعلى دعمها، وسنسير في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من جنيف. ينضم إلينا الزميل الصحفي علي الفقي. هلا بك أستاذ علي. أستاذ علي. نعم. أستاذ علي، برأيك لماذا أخذ الملف الحقوقي منحى مختلف وصار ملف مسيس يحاول كل طرف توظيفه؟ للأسف لأنه عجزنا نحن في اليمن عن إيجاد آليات يعني ملاحقة أو على الأقل توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد ومحاصرة الجهات التي تنتهكها، لنحد من هذه الانتهاكات التي عادة ما تكون ضحاياها هي الفئات الأضعف في المجتمع. وأصبحت يعني أصبح هذا الملف يعني ميدان للمباراة والتسييس ومحاولة تسجيل نقاط، كل طرف يسجل نقاط ضد الآخر، بينما الضحايا يعني تذهب بانتهاكاتهم دون أن يجدوا من ينتصر لهم أو من ينصرهم. للأسف الشديد أن اللجان والآليات الوطنية باتت يعني غير موثوقة، غير قادرة على يعني القيام بواجبها بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات، بل أنها تحولت إلى مدافع عن منتهكي حقوق الإنسان، وهذا ما حصل، وترك الباب مفتوحا للمنظمات الدولية والهيئات الأممية لتتعاطى مع هذا الملف. أيضا كل طرف من هذه الأطراف يتعاطى مع الملف وفقا للأجندات والأولويات التي يرى أنها تخدمه، أو للابتزاز، للضغط على دول التحالف لتدفع المزيد من الأموال للمنظمات الدولية لتغض الطرف عنها، وبالتالي الضحايا تنتهك حقوقهم مرتين، المرة الأولى عندما يتعرضوا للانتهاكات من الجاني، المرة الثانية عندما يعني تضيع يعني هذه الانتهاكات في دهاليز المزايدات والمناكفات. طيب عود لأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، اليوم هناك جهود من الحكومة الشرعية ومن التحالف في سياق حشد المجتمع الدولي لرفض توصيات الخبراء بإقرار آلية للمساءلة، هل تعتقد أنها ستنجح في ذلك؟ أقصد الحكومة والتحالف. لا، أنا أعتقد أنها لن تنجح. المجتمع الدولي اليوم أمام معضلة أخلاقية حقيقية في حالة التراجع، وبالتالي إذا استطاع التحالف والحكومة الضغط بصورة كبيرة، أعتقد أنه سوف يتم تمديد العمل بنفس الآلية وبنفس الفصول بنفس المنهجية السابقة، أو ربما يعاد تشكيل آلية أخرى لاستكمال التحقيق السابق، لأنه من المفترض اليوم أن تذهب المساءلة خطوة إلى الأمام، لأنه في حقيقة الأمر اليوم أصبحت قضايا حقوق الإنسان أصبحت عنوانا عالميا، خاصة الأزمة الإنسانية وقصف الطيران والسجون السرية وألغام جماعة الحوثي وملف المعتقلين والمتوفين تحت التعذيب. وبالتالي اليوم لأنه في حقيقة الأمر حتى لو تحدثنا عن اللجان والآلية الوطنية اللي تكلم عنها وكيل وزارة حقوق الإنسان، سنتحدث عن لجنة حتى تمويلها وتشكيلها من قبل الحكومة الشرعية وهي طرف، وربما يأتي تمويلها من قبل التحالف، وبالتالي اليوم لن نستطيع أن نتحدث عن استقلالية تامة وكاملة. وبالتالي اليوم لابد من إيجاد آلية تضمن قبولها من الأطراف والذهاب بها إلى خطوة أخرى نحو المساءلة. وبالتالي نعتقد هذه الآلية كانت رواض، أعتقد بأن ما سيتم الذهاب عليه هي كانت واضحة من خلال كلمات الدول
في أول اجتماع لهذه الدورة والحديث عن تقرير لجنة الخبراء، وبالتالي أعتقد هو بهذه الشكل لما ستذهب هذه اللجنة للتمديد أو تشكيل لجنة ربما بنفس الولاية أو بنفس الصلاحية أو أعلى قليلا، أو لأنه أنا أعتقد أنه الذهاب إلى تشكيل محكمة جنايات أو الذهاب لمجلس الأمن أعتقد ستتعذر في هذه الدورة على الأقل إلى حين استواء الملف اليمني بصورة أو بأخرى. شكرا جزيلا لك استاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. اعود للاستاذ علي الفقيه. استاذ علي، كل الاطراف اليوم متهمه بارتكاب انتهاكات جسيمه، لكن حتى اليوم لم يتم تقديم اي طرف للمساءله، هل الامر يعود لاجراءات التحقيق ام ان الملف سيكون مجرد اوراق ضاغطه فقط؟ هو الاشكاليه انه الى الان كل الاطراف هي فقط ترصد وتقدم تقارير، لكن لم يوجد هناك إلى الآن آليات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، حتى أنه يعني توقفت إدراج يعني أو على الأقل إصدار قوائم سوداء بأبرز منتهكي حقوق الإنسان سواء على مستوى الأطراف أو على مستوى الشخصيات، وهذا ربما يعني يعود إلى قصور الآليات وإلى أيضا رغبة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى إلى إبقاء هذا الملف قيد وسيلة للإفزاز والضغط، لأنه نرى كلما تقاعست أو تأخرت الأطراف الإقليمية وبالتحديد دول التحالف في دفع أموال تحت مسمى المساعدات وتمويل الإغاثة والخطط الاستجابة الإنسانية تبدأ المنظمات برفع الملف الحقوقي والترويح به في وجوه هذه الأطراف حتى تدفع الأموال للمنظمات، لأن في النهاية تكتشف أنها عبارة عن شبكة واحدة يعني تتبادل المنافع، شبكة تخادم تمر المصالح عبر يعني كل هذه الشبكات تغطيها تصل إليها الأموال ويعني تتحرك وتصبح فترات الحروب ومناطق الحروب بالنسبة لها هي سوق وأرضية خصبة لتشغيل طواقمها والحصول على مزيد من النفقات التشغيلية. أشكرك جزيلا أستاذ علي الفقيه صحفي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة الأستاذ توفيق الحميدي وأيضا أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم محمد عبد المنعم.